تحليل غازات الدم blood gases test arterial blood gas يقيس ويقدر. يقيس هذا التحليل ويخبر عن التوازن بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وأيضا التوازن بين الحموضة وقلوية الدم ونسبة البيكربونات. وفي حالة لاحظ الطبيب عليك صعوبة التنفس والارتباك والغثيان. وفيما يستخدم يكشف عن وجود الالتهاب والانسداد الرئوي ما يطلق عليه بالسدة الرئوية وأيضا المشاكل التي تخص أيض الجسم وبالتالي يكشف عن تفاقم مرض السكر والفشل الكلوي وفشل القلب والتسمم الدوائي أو ما شابه كما يجرى في حالة الصدمة والنزيف. كيف يتم الاستعداد للتحليل؟ لا يحتاج هذا التحليل لاستعدادات خاصة إلا إذا كنت ستجري معه بعض التحاليل الأخرى التي تتطلب صيام أو ما شابه، لكن يجب الحذر إذا كنت تعاني زيادة في سيولة الدم أو تأخذ عقارا لزيادة السيولة، حيث يجب إيقافه لمدة 48 ساعة قبل إجراء التحليل وإخبار المعمل بذلك. كيف يتم إجراء التحليل؟ تؤخذ عينة دم صغيرة من الشريان وليس الوريد، لذا يفضل إجراء هذا التحليل في المستشفى وذلك لحساسية الشرايين والتي تحتاج ذوي الخبرة لسحب العينة، ويفضل شريان الساعد راديال أرتري حيث مكان النبض. وإذا أراد الطبيب إجراء تحليلا جزئيا منه وهو تحليل ثاني أكسيد الكربون ويشمل البيكربونات، فيمكن أخذ العينة من الوريد فقط دون الحاجة لعينة الشريان. وهكذا تكون النتائج الطبيعية. الأس الهيدروجين الشرياني ما بين 7.38 إلى 7.42، كربونات ما بين 22 إلى 28 مليمول لكل لتر، ضغط الأكسجين الجزئي 75 إلى 100 مليمتر زئبق، ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي 38 إلى 42 مليمتر زئبق، تشبع الأكسجين ما بين 94 إلى 100%. فإذا اختلفت النتائج فقد تشير إلى أمراض بعينها كعدم استقرار السكر ومشاكل في الكلى، كما تشير أيضا النتائج إلى مشاكل في الأيض ونقص في البوتاسيوم، مشاكل في الرئة كالسدة الرئوية والالتهاب الرئوي. لذا وكما نلاحظ أن هذا التحليل مرتبط ارتباطا وثيقا بحموضة وقلوية الدم وارتباطها بالأيض والتنفس.